أيها المواطنات أيها المواطنون، التزموا الديور ديالكم وما تخرجوش إلا كنتم مضطرين للخدمة أو الضرورة القصوى، باش تحافظوا على راسكم وعلى وليداتكم وعلى كل واحد قريب لكم، وما تخرجوش باش ما أديوش حبابكم. خليك في دارك والقرار في يديك، إما الفيروس ينحصر إما ينتشر، بحاجات بسيطة ممكن نخلقوا الفرق. جلس في دارك، غسل يديك باستمرار، شد ولادك، ما تسلمش على أحبابك وصحابك باش تقدر تسلم عليهم غدا. تجنبوا الاختلاط، احترموا نصائح الوقاية. المواطن إلى حس بالعياء والتعب لازم يعزل راسو على مراته وعلى وليداته وعائلته اللي معاه في الدار، وإلا زاد عليه الحال وبانت عليه الأعراض المعروفة ديال المرض يتصل بالأرقام المخصصة لهذا الغرض. راه الجهات المختصة كتقوم بجميع الإجراءات الطبية اللازمة. أختي المواطنة أخي المواطن، ما تسمعش الإشاعات، شري على قد حاجتك. جميع السلع والمواد الأساسية متوفرة وموجودة، خاصك فقط تلتزم بهذه التوجيهات. بشوية ديال الاحتياطات نجنبو حبابنا الانتقال الفيروس، وبشوية ديال الوعي والصبر نحميو الأسرة، نحميو حي ومدينة، ونحميو وطن كامل. الأمهات ما تخليوش وليداتكم يخرجوا يلعبوا في الزنقة، راهم أملكم وأمل المستقبل. وفي الأخير كل واحد فينا كيبغي الأم ديالو والأب ديالو، الزوجة والأبناء ديالو، كل واحد فينا مسؤول على حياتهم ومسؤول على حمايتهم. اجلسوا في الدار باش نحبسوا الانتشار ديال الفيروس. ايتما ديستما، تسلم كله والسناد يسي ليا الوباء يهرشن لي كان كورونا لي لقان توك تميدن غياد افتسكرت مازيرتنا يا العدد الاجراءات افتت حميتو درتنح ورتو درت انتروانح دي الدرنح غياد افيخصا ايتما ديستما انسير دي فاسنح سوامان الصابون كريقت لقت أدور نتنسي اللي يمسي فاسنا أورودم أنحبو يمنح دين خارنخ غتيزي لغان تسو ولا لغيخ كتنزي أنحاول أن تنف كل ما يمرضنا السخانة دي تسو دروح أنكشم تقمنح دادور نتفاغ ولا نجز دروانح أدفاغن إلا الضرورة أن تنف كل ما حيلا تقتن بندم أيتما ديستما يحكون نسكر مياد لسنا رنحدو غلانتشار الفيروس غتمزيرت النغ نقلت غيات الكارثة الإنسانية بهرم قرن.